أنا أقول لحضرتك مثال بسيط أوي أوي, أوي 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 على النظام الجديد، النظام الجديد ده عامل كأني بالظبط بعلم الطالب صنعة، يعني أنا كده كمحمد صالح نزلت رحت أتعلم القلموتال تركيب المطابخ الألموتال فالمعلم بتاعي هيعلمني إزاي تقطع القلموتال، إزاي تركبه مع بعض، إزاي تعمل درج، إزاي تقفل الدرج، إزاي تعمل ضرفه، إزاي تعمل آه مفصلة وبعدين هيجي زبون معاه صورة مطبخ من أمريكا هيقول خد المطبخ ده أنا عايز زيه أنا أول مرة في حياتي أشوف المطبخ ده هل حقدر أعمله ولا لأ؟ لو أنا قدرت أعمله أبقى أنا كده اتعلمت صح لو انا ما قدرتش اعمله لان المطبخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن رفوف ودراج ومفصلات وقفل واعمل فانت اخد الاساس فطبق عليه بقى